بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا اللقاء الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب ستر العورة، إذ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر مرفوعا: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تجوز صناعة الصور، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن من تعذيبهم الشديد أن يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ومن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، لكن يؤمر بذلك تعجيزا له وتعذيبا له والعياذ بالله. لا تجوز صناعة الصور ولا التصوير، سواء كان بالرسم باليد أو كان بالنحت أو كان بالآلة الكهربائية الملتقطة، فلا يجوز هذا، لأن الرسول عمم من المنع من التصوير، ولم يعين آلة للتصوير سواء كانت باليد أو كانت بالالتقاط بالآلة الكهربائية، فكله تصوير ولا يجوز. ولا يجوز من الصور إلا ما دعت له الضرورة، ما دعت له الضرورة من تصوير مثلا المجرمين لأجل ضبط الجريمة، أو تصوير المريض لأجل علاجه، أو تصوير الوثائق الرسمية، فهذه أمور تستثنى للحاجة، وأما التصوير الزائد عن ذلك فإنه باق على التحريم وعلى الوعيد الشديد على المصورين. وإن سموه فنا أو سموه من الفنون أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحله، وإنما التحريم باق والوعيد عليه شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن عباس: وجاءه رجل فقال: إني صورت هذه التصاوير فأفتني. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منع من التصوير ولعن المصورين، وهذا عموم في كل التصوير إلا ما دعت الضرورة إليه بقدر الحاجة كما سبق. ودل كلام ابن عباس رضي الله عنه على أن تصوير ما لا روح له من الأشجار والجبال والأنهار والمناظر الجميلة والحدائق أنه لا بأس به،
لأنه ليس من التصوير الممنوع. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. نعم، لا تصحب الملائكة، يعني ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. أما الملائكة الحفظة يصحبون كل أحد، لكن ملائكة الرحمة لا تصحب من فيهم جرس، ومن فيهم لا تصحب الملائكة. نعم، رفقة فيها كلب، فيها كلب أو جرس، وهذا في حالة الاختيار. أما حالة الحاجة إلى اتخاذ الجرس أو الحاجة إلى اتخاذ الكلب للحراسة فلا بأس بذلك، الكلب يتخذ للحراسة لا مانع من ذلك، وكذلك الجرس يتخذ للحاجة. الآن البيوت أكثر ما يعني يدرون عن المستأذن إلا في الجرس، فهذا للحاجة لا بأس به. نعم. وعن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فلم أعطاها أسامة، كساها لامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: لما لم تلبس القبطية؟ فقال: إنه أعطاها لامرأته، فأمره صلى الله عليه وسلم أن تجعل تحتها شيئا خشية أن تصف جسمها، هذه القبطية تصف جسمها، فتجعل تحتها شيئا يسترها. نعم. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ منها جواز إهداء الهدية إذا أهديت للمرء؟ نعم، المرء إذا قبض الهدية فإنها تصبح ملكا لها، تصرف فيها، إن شاء استعملها وإن شاء أعطاها لغيره. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن أحد الجنسين إذا تشبه بالآخر. المرأة تتشبه بالرجل في لباسها، في كلامها، في وكذلك الرجل يتشبه بالمرأة في كلامها، في لباسها، فكل له طبيعته، وكل له شكله، فلا يجوز أن يتحول إلى شكل الجنس الآخر. واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يتشبه أحد الجنسين بالآخر، لا في صوته وكلامه، ولا في لباسه، ولا في مخصصاته، لا يجوز لأحد الجنسين. فالمرأة المسترجلة ملعونة، وهي التي تشبه بالرجال، والرجل المتشبه بالنساء النسوي هذا ملعون أيضا. واللعن يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالممثلون الآن الذين يمثلون أصوات النساء ويتشبهون بالنساء تحق عليهم هذه اللعنة، وكذلك المتشبهات من النساء بالرجال تحق عليهن اللعنة. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولمسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. نعم، كذلك مما نهي عنه أن يمشي الرجل بالنعل الواحدة ولو انقطع شسعها، فإنه لا يمشي بها حتى يصلح الأخرى
ويمشي بالثنتين، فإذا كان يمشي وانقطع شسع علته يرفع الثنتين حتى يصلح التي عطبت ثم يمشي بهما، أو يلبس نعلين آخرين، المهم لا يمشي بنعل واحدة. وقد جاء بيان علة النهي أنه يتشبه بالشيطان في هذا. نعم. وله من حديث جابر ولا يمشي في خف واحد. نعم، كالنعل، لا يمشي في نعل واحدة ولا في خف واحد. نعم. ولمسلم عن جابر مرفوعا: استكثروا لبس النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعل. نعم، يعني استكثروا لبس النعال لأجل الوقاية من الشوك والحصى. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناعل بالراكب، يقولون الناعل كالراكب والراكب سلطان. وإذا انقطعت نعله أو احتاجت إلى إصلاح فإنه يخلع السليمة حتى يصلح المعطوبة ويمشي بهما جميعا. نعم. ولأبي داود عن فضالة بن عبيد مرفوعا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. نعم، يستحب للإنسان أنه يمشي حافيا بعض الأحيان لأجل يعود رجليه على الصلابة والقوة، وهذا فيه أيضا إزالة للتنعم دائما. نعم. بعض الناس صلى الله عليكم يتخذ الاحتفاء في المقابر، هل هذا ورد فيه شيء أم أنه من قبيل المبالغة في التزهد وما أشبه ذلك؟ لا، المقابر إذا احتاج إلى لبس النعل يمشي بالنعل، لكن ما يطع على القبر، تجنب الوطع على القبر. وإذا مشى بين المقابر بنعله لا بأس بذلك، لا سيما إذا كان في المقبرة شوك أو فيها حصى تضرر به. نعم. وسئل أنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم، وهذا فيه دليل على استحباب الصلاة بالنعلين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصلون في نعالهم، خالفوهم. الصلاة في النعلين إذا كان النعلان طاهرين لا بأس بها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، إن كان فيهما أذى أزاله ثم دخل بهما في المسجد وصلى فيهما، مخالفة لليهود. اليهود كانوا لا يصلون في نعالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. هذا إذا كانت المساجد طينية أو ترابية، أما الآن المساجد صارت اختلفت الآن، يعني بالفروش وبالبلاط، فإذا أذن للناس بالدخول بالنعلين توسخت، فيختلف الحال الآن. أما كان قبل ترابية لا يؤثر فيها دخوله بالنعل. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. نعم، هذا فيه وجوب ستر العورة حتى ولو كان الإنسان خاليا ليس عنده أحد، فإنه يستر عورته، لأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، والله أحق أن يستحيا منه. فالمسلم يستر عورته ولو كان خاليا عن الناس، ولا يكشفها إلا عند الحاجة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومن ذلك ستر العورة، من حفظها سترها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح الفوزان ما تفضل به من هذا البيان. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة